رجع لها وبيتحرش بيها بإيده، بيتحرش بيها لفظيا. شخص دمه تقيل قوي وبايخ قوي، حتى وهو بيركبها الكاريتا برضو تحرش بيها، برضو بيمد إيده بيواصل التحرش، لكن هي طبعا مش بتاعة الكلام ده. بيوصلها بقى وفي الطريق بيرزل عليها. وصلت بيت أحمد عاصم ومعاها حكمة رئيسة الخدم، وهي شخصية مريبة.